ده بالنسبه للنتاج الفكري اللي انا شفته من المؤسسه دي، الا وهو اعتماد ارساء من جديد وبعث القيم العلمانيه تحت مسمى التنوير. مسمى التنوير او فكره التنوير بتقوم على الاتي: تفسير القران الكريم ما بنرجعش فيه للنبي والصحابه عليه الصلاه والسلام، احنا بنفسر القران حسب زماننا بدماغنا. السنه النبويه لا دي مش مصدر للتشريع، السنه دي مشكوك فيها. او انه الازهر معرفش مين قال لهم ان احنا ضدهم. طيب انا حطيت لكم التعريف بالمؤسسه، ما فيهاش كلمه يعني احنا مش جايين نتخانق مع الازهر، بالعكس ده انا مصر على انه لا جدوى من الجدال الديني، احنا علينا ان احنا نرفع مستوى التفكير يبقى جدلي ديالكتيكي يعني.